وفي شأن محلي آخر، اجتمعت اللجنة المعنية باحتفالية الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية 2016 برئاسة معالي وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الشيخ سلمان الأحمر الصباح، والتي ستنطلق بالتزامن مع بدء مهرجان القرين الثقافي في 22 من شهر يناير القادم. اجتماع لجنة التخطيط اليوم جاء بعد أشهر عديدة من الجهود التي بذلها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الإعداد للرؤية والتصور للاستثمار الأفضل للكويت عاصمة للثقافة الإسلامية، وبما أيضا يتلائم ويتواكب مع من سبقنا من دول في تنظيم مثل هذه التظاهرة الثقافية، وخاصة ولله الحمد الكويت تزخر في نشاط ثقافي وإرث ثقافي هام ومساهمات ثقافية مستمرة. إنما أردنا الحقيقة من خلال جهودكم وآرائكم ودعمكم كمؤسسات مسؤولة في الدولة أن نضع جدول وبرنامج مميز يكون يعني علامة مضيئة ثقافية أمام الثقافة الإسلامية في العالم.